الأزمة تولد الرجال والهمة والمبادرة، وهذا ما رأيناه في ورشة الخياطة ببلدية خير الدين، بحيث سوف يتم تجهيز 5000 قناع واقي بمبادرة من وداد مستغانم وبعض الجمعيات الناشطة في الميدان، على غرار الكشافة الإسلامية الجزائرية وبعض المواطنين المتطوعين. بسم الله الرحمن الرحيم. في ظل هذه الأزمة التي يعيشها الوطن، والبادرة الكشافة الإسلامية بالتنسيق مع رئيس البلدية في بالمساعدة باليد العاملة، وبتوفير القوم بالتنسيق مع مديريه الشبيبه والرياضه والشباب المتطوعين وفريق وداد مستغانم بفتح محل لخياطه بافات كمامات، وهذا في اطار التعاون والمساعده على تدعيم ولايه مستغانم والمستشفيات. ونشكر الشباب المتطوعين منهم الكشافه الاسلاميه، ونشكر السلطات على فتحها هذا المحل من بها رئيس البلدية، وشكرا لك. السلام عليكم. موجودين اليوم في الفترة الصباحية ببلدية خير الدين، دائرة خير الدين. هذه العملية مبادرة من وداد مستغانم، من إدارة الوداد تحت إشراف رئيس الفريق اللي هو سفيان بن عمار. حاليا موجود معنا العوض عضو المكتب التنفيذي اللي هو قويدر بن يوسف، موجود معنا، وعابد اللي هو مشكور من هذا المنبر راه موجود، اللي فتح لنا هذا المقر وفتح لنا هذه الورشه. جات الفكره رانا نديروها بها بالتنسيق مع مديريه الشباب والرياضه، ديوان مؤسسه الشباب، جمعيه ذوي الاحتياجات الخاصه، بلديه خير الدين، رئيس البلديه خير الدين، كذا الكشافه الاسلاميه اللي راهم حاضرين معنا بالقائد تاع دائره خير الدين، ما ننسوش القائد العام تاع ولايه مستغانم اللي هو مشكور، كذلك ما ننسوش المحسنين ما بينهم شويرف اللي نقولوا له بارك الله فيك، منصور، لافامي شويرف، مشكورين. كي تكمل العمليه هذه راح تكمل، ندوه هنا لي بافات هادو، ندوهم للصيدال. الصيدال هادو باش يديروهم لو برودوي، هذاك التعقيم هذاك البرودوي. من بعد الصيدال ندوهم للجنه الولائيه، لا ولايه، علاه؟ باش في الولايه هما يديروا لابيكتاسيون تاع لي بافات، وين يروحوا، شكون هاد الناس. وحنا المبادره هذه راهي تعمم، ماهيش تعمم غير في خير الدين، راهي في مستغانم، راهي في سان جوي، راهي سيدي المجدوب، راهي حاسي ماماش، انطلقت راح تنطلق في عين تادلس، راح تنطلق في عشعشه، سيدي الخضر، كذلك دبدبه، عندنا زوج ورشات والحمد لله المحسن. بسم الله. السلام عليكم. احنا حرفيين ببلديه خير الدين، التخصص تاعنا تزيين وتصليح مقاعد السيارات. وجهنا النداء بلدية خير الدين والجمعية والكشافة بلدية خير الدين، وجهنا النداء، وكنا من حسن الظن رانا نعاونوا فيهم نحاربوا هذا المرض كوفيد 19 كورونا انتشار. كونا صف من الشباب تحت كاع الصفوف اللي راهم في الجبهة الأولى، مثل الطب والحماية المدنية والشرطة والدرك الوطني والجيش الشعبي الوطني. احنا كونا الصف الأخير باش نساعدوا هادو اللي راهم في مواجهين الخطر ان شاء الله، والله يجعل نكونوا في حسن الظن ان شاء الله، ونعاونوا على المستطاع. رانا نخدموا في لي بافيت هذه من نوع جديد، تستعمل يوم 24 ساعه فقط، وعندنا انواع اخرى ان شاء الله غد وبعد غد سنبداو فيها ان شاء الله. ونشكر مول المحل عابد الايطالي اللي مسخر لنا كل الامكانيات، ونشكر المحسنين بلديه خير الدين الذي ساعدونا بالسلع، ونشكر جميع المتطوعين. وأوجه نداء من هذا المنبر لجميع الخياطين بلدية خير الدين، إذا أمكن كان خياطين يستطيعون المساعدة فمرحبا بهم. المقر عند عابد إيطالي بلدية خير الدين، وشكرا، الله يشافي جميع مرضى بكورونا، ونترحم على موتى كورونا، نعتبرهم عند الله شهداء إن شاء الله، والسلام عليكم.
السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. رانا في ورشة خياطة في بلدية خير الدين، صنع لي باكات، ومن بعد دونك نكملوهم، ومن بعد ان شاء الله غادي ندوهم للصيدان يعقموهم ان شاء الله، وان شاء الله نكونوا في حزن ضمن المجتمع يا ربي. نخدموا في بافيت شابه ومليحه.